السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ مراد إدر في فيديو جديد. فيديو ديال اليوم غادي يكون رقم جوج في لا كونتابيليتي جينيرال. من بعد ما هضرنا على لانتروديكسيون ديال يعني لا نوسيون ديال لونتربريز حيتاش هي واحد ليتيزاتور لي تري امبورطون او نيفو ديال لا كونتابيليتي جينيرال بويسكو لا كونتابيليتي جينيرال هي واحد سيستيم اورغانيزاسيونيل que les entreprises sont obligatoirement obligées de respecter. بمعنى انه لا كونتابيليتي جينيرال راه يعني واحد سيستيم اللي هو اوبليجي على لي زونتربريز خصهم يحترموه. وهاد لا كونتابيليتي جينيرال قبل ما نشوفوا لا ديفينيسيون ديالها اوبورتوني وعلاش وليتوليتي نقدروا نقولوا هي واحد سيستيم كي كونسيست ا اونريجستري يعني شاك فلو سواء فينانسيير سواء فيزيك انترون اي سورتون دون لونتربريز est classé par la nature dialo, par la date, par واحد les normes fixées légalement par طبيعه الحال le code général le code commerce طبيعه الحال et les obligations طبيعه الحال comptables des entreprises en matière de suivi la comptabilité ديالها راه différent selon طبيعه الحال le régime fiscal les خاضع عليه اي entreprise ou عاوتاني un suivi اللي هو plus précis et des obligations les huma yani plus lourd ou had les obligations huma li kikhliou l'entreprise katjma kaع douk les entrées ou les sorties ديالها ou katclassifihom ou kadir واحد réalisation ديال les états de synthèse ila akhire ou hadchi بطبيعة الحال كامل كتحترم يعني les normes ou عاوتاني داك le PCG اللي هو le plan comptable général اللي هو واحد بطبيعة الحال واحد le plan comptable général اللي كتحترم l'entreprise au niveau de l'activité les activités de l'autre. Donc, maintenant, on va dire ce qu'est la comptabilité générale. C'est une technique qui permet, à partir de la collecte d'informations concernant l'entreprise, de connaître la situation financière de cette entreprise à une date déterminée et de suivre les variations de cette situation. Alors, la comptabilité générale, qui est une science, c'est une technique qui est une technique les utilisateurs de l'entreprise de connaître la situation financière de l'entreprise le patrimoine le flux il faut la date qui est déterminée avec des variations par exemple un scénario de l'activité de l'entreprise des situations 1 fois de la période situation 2 fois de la période داك ما بين لي دو سيتياسيون هو اللي كيتسمى الفارياسيون هاد الفارياسيون دونك شكون اللي كيدير ليه لو سويفغ لا كونتابيليتي جينيرال بطبيعة الحال الوغ هذا من ناحية من ناحية أخرى ليتيليتي ديال لا كونتابيليتي جينيرال بوغ لي بارتنير انترن يعني اللي هما وسط الشركة فاش كتفيدهم هاد لا كونتابيليتي جينيرال بالنسبة لا كونتابيليتي جينيرال عندنا ثلاثة ديال لي بيغسون ولا ثلاثة ديال les partenaires les kainin fost sharika kain les dirigeants kain les propriétaires kain les personnels les dirigeants huma li yani li kigirew li tabiat lhal hadik l'entreprise au niveau ديال les décisions ديال la gestion prévision et de preuve alors la comptabilité générale hiya aussi la kistamelouha les dirigeants bach ntalaqa menha yqaddou yitakhdou qararat li katnasb sharika هاد القرارات اللي كيتاخذوا ا بارتير من لا كونطابيليتي جينيرال يعني ملي كيديروا لا كونطابيليتي جينيرال وكيعرفوا لا سيتياسيون فينانسيير ديالهم كيقدروا يتاخذوا قرارات او نيفو ديال لو ديفلوبمون ديال هاد لونتربريز شنو غيديروا شنو غيديروا كذلك او نيفو ديال لا جيستيون يعني يقدروا يجيريو بريفيزيون الا بغي مثلا هادشي غتشوفوا بزاف في كونترول جيستيون كونطابيليتي اناليتيك البريفيزيون يعني ماشي احتمالات وانما توقعات de preuve يعني انطلاقا من la comptabilité générale moyen de preuve sur اي activité dette في l'entreprise بالنسبة للي بروبريتار هو طبيعة الحال en général هي instrument d'information كتقدم معلومات لهاد لي 3 بيرسون instrument d'information sur la situation financière sur le résultat de l'entreprise le dividende à recevoir يعني دوك مالي شي اش كيعرفو خصهم هما l'entreprise يعرفو الحالة المادية ديالها يعرفوا شنو هي الريزلت اللي ديجاجات لونتربريز ويعرفوا بطبيعه الحال لي ديفيدون اللي غيستافدوا منها بالنسبه للي بيرسونيل انطلاقا من لا كونتابيليتي جينيرال اللي كدير الشركه
غادي يقدروا يتعرفوا على لا سيتياسيون فينونسيير ديال الشركه. يعني ما غاديش نمشي انا نخدم عند واحد الشركه اللي اصلا لا سيتياسيون فينونسيير ديالها ديزيكليبري، لا كواسمون ديالها ايفونتويل كي داير، ولي سالير اللي من حقي انا غنعطيني هاد الشركه. اذا هذه هي اهم ليتيليتي اللي هي انفورماسيون ولا انسترومون دانفورماسيون. دابا بالنسبه للانسترومون دانفورماسيون بالنسبه لي بارتنير اللي هما اكسترن، هنا كاينين بزاف، كاينين تقريبا خمسه، كاين فورنيسور، كليون، le pouvoir public, l'organisme financier et grand public. بالنسبه نبداو بالفورنيسور كليون حيت هما اهم دي بارتنير ديما كيتعامل معاهم الشركه. انطلاقا من لا كونطابيلتي جينيرال اللي كدير لونتربريز، لو فورنيسور كيعرف لا كاباسيتي ديال هاد لونتربريز ا رومبورسي سي ديت دون لي ديلي. يعني واش هاد لونتربريز اللي غنتعامل معاها انا واش قادره على انها ترد ليا لي ديت ديالي في اقرب ديلي اللي اتفقت معها عليه انايا كشركه فورنيسور. وبطبيعه الحال هادشي غادي تشوفوه في مكثر دابا غير كوم دي زانفورماسيون، وتعرفون بطبيعه الحال بدي زيتات سينتيز الى اخره. عاوتاني الكليون هنا كنتعرفوا على لا كاباسيتي دو لونتربريز ا اونوري سي زونغاجمون اون ليفرون لي كوموند باسي. يعني الكليون كيعرف انه هاد الشركه واش قادره، يعني الا تعاملت معها انا واش قادره توصل ليا السلعه ديالي والكوموند اللي طلبت ليها انا في الوقت وبلي بون كونديسيون، ويعني كلشي محترم عندها، كلشي هو هذا. لو بوفوار بيبليك كيبغي يعرف لو ريزلتا فيسكال ديال لونتربريز، لورغانيزم فينونسيير بطبيعه الحال هما اللي كيقدموا لينا قروض ودي زومبران يعني دي ديت، حتى هو نفس الشيء انطلاقا من لا كونطابيليتي جينيرال غادي يتعرف على انه واش هاد لونتربريز اللي عندها كاباسيتي دو رومبورسي لي ديت اللي غادي نعطيها انا. يعني الا انا غامرت كبنك مثلا، الا غامرت واش هاد لونتربريز اللي غنتعامل معاها واش قادره تغومبورسي ليا هادوك لي زومبران اللي غادي نعطيها انايا في الوقت المحدد ليه. هادشي كامل بطبيعه الحال فاش غنعرفوه بطبيعه الحال من طريقه من لا كونطابيليتي جينيرال. بالنسبه لو غران بوبليك يعني عامه الناس لي زوطرو بيرسون العاديين كيبغيو يعرفوا انطلاقا من لا كونطابيليتي جينيرال شنو هي لا كونتريبيسيون ديال هاد لونتربريز في ليكونومي سوسيال، يعني شنو باش كتساهم لينا هاد لونتربريز في ليكونومي سوسيال ديالنا بحال لوفر ديال لي زومبلوا الى اخره تل 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 تل. دونك يعني اون جينيرال لا كونطابيليتي جينيرال راه اوبليغاتوار اي اوتيل بطبيعه الحال ريجي باغ دي برانسيب غنشوفوهم، هما دي سات برانسيب دو كونطابيليتي جينيرال سي بي سور لي تكنيك اي لي ميثود لي هما سو سون ديفيرون بطبيعه الحال. il occupe aussi une position centrale dans tout système d'information. علاش؟ حيت هي واحد l'instrument d'information les qui me كتشوفوا très très important pour les partenaires soit كانوا internes ou là externes. Mais au-delà des aspects financiers, fiscaux, sociaux les qui l'imposent et son importance informationnelle بطبيعة الحال à la fois il est timogène de l'histoire dans une organisation et sera envisageable بطبيعة الحال ce qui sera demain. هادشي كامل كديروا لنا لا كونطابيليتي جينيرال واللي نستخلصوا عليه لانها راه ديك لوبليغاسيون ليغال ما عمركم تنساوها. باغ كونتخ غادي تشوفوا نتوما واحد لا كونطابيليتي سميتها لا كونطابيليتي اناليتيك، ما كتكونش ليغال، كتكون غير فاكولتاتيف. ومن لي برانسيب ديال كونطابيليتي جينيرال اللي خص يحترم اي واحد بور توني لا كونطابيليتي اي فو ريسبيك ايسونسيولمون سات برانسيب اللي هما بريدونس كو هيستوريك بيرمانونس دي ميثود انديبوندونس ديال لي زيكزيرسيس le non compensation ديال les exercices عاوتاني واحد البرينسيپ اخر كيتسمى انتانجيبيليتي ديال لو بيلون دوفيرتور. كل واحد كيفاش كيسميهم، المهم هما سته ديال البرينسيپ غنشوفوهم من بعد ان شاء الله. من بعد نشوف واحد نوسيون اللي هو مهم في لا كونطابيليتي جينيرال هو لو باتريمون ممتلكات. يعني اول حاجه دابا نورمالمون كونطابيليتي جينيرال يعني كنستعملوا دي زيتات سينتيز باش نتعرفوا على سيتياسيون ديال لونتربريز من ناحيه باتريمون ولا من ناحيه لا سيتياسيون فينونسيير. ولكن قبل غنعرفوا شي حاجه سميتها باتريمون، يعني اي اونتربريز عندها باتريمون، يعني عندها ممتلكات. باتريمون كديفينيسيون
كما كتشوف هنا سو كومبوسيد يعني شنو عندها لي بيان كريونس ديسپونيبيليتي فاش كنهضروا على البيان هما يعني توسكي تو شابل بحال ماتيريال ايموبيليزاسيون قال لي اللي غنشوفه من بعد في لاكتيف ايموبيليزي انا ما بغيتش نحرق المراحل كاين عاوتاني لي كريونس كريونس تا هو كتعتبر بمثابه باتريمون ديال لونتربريز لي كريونس هو فاش كنتعامل انايا مع شي كليون وما كيخلصنيش ديك ساعتين ولكن غادي يخلصني من بعد يعني بالنسبه لي انا راه ديالي ممتلكات ديالي هادو الديسپونيبيليتي هما الفلوس disponibility يعني لا تريزوري ديالي فلوس ديالي هي من الممتلكات ديالي كاين باتريمون اللي كيكون في لوتر كوتي لوتر كوتي سو كون دو يعني هذا سو كون بوسيد اللي كنمتلك وهذا سو كون دو باتريمون او نت او لي كابيتال بروبر يعني شي حاجه اللي هما فلوسي ديالي انايا ما حتى واحد ما كيتسني فيهم شي حاجه ولا لي ديت ديت يعني لي ديت اللي هما لي كريدي هما نورمالمون راه في ديك الوقيته مادام انا كنستعملهم راه يدخلوا في الباتريمون ديالي حيتاش انطلاقا منهم قدرت نشري هاد لي بيان الوغ باش نحسب انا باتريمون نت داكشي اللي ديالي ما كيتسني فيه حتى واحد شي حاجه شنو كندير كناخذوا لي بيان كنزيد عليهم لي كريونس كنزيد عليهم ديسپونيبيليتي وكنحيد لي ديت حيت شي خديت لي ديت باش نشري مثلا هادشي كيعطيني باتريمون نت يعني داكشي اللي بقى ليا ديالي صافي دونك الا بغينا نقولوا شنو هو الباتريمون هي واحد لا سيتياسيون ديال لونتربريز ا ان مومون دوني كي سو كومبوز دون بار لونسومبل دي بيان هادو دي بيان لي كيل بوسيد اي دوتر بار فهاد لوتر بار دو لونسومبل دي سوم كي لوي اون بيرمي دو بوسيدي سي بيان يعني انطلاقا من هاد لي زيليمون هما اللي ساعدونا على اننا يولوا عندنا هاد لي بيان باش يفهموا اكثر لو باتريمون دو لونتربريز مسيو ابراهيم سو كاركتيريز بار لي زيليمون سويفون عندنا ماغازا فيكول موبيلي دو بيرو ستوك دو مارشانديز اورديناتور كريون سير كليون ديت امبرون اسبيس اون كاس اي ديزافوار ا لا بون كيل كيلو لو باتريمون نت دو لونتربريز غادي نقسمو هادو على ثلاثه ديال الحوايج نقسموهم على اكثر من ثلاثه الحوايج نقسمو على لا بارتي ديالنا الحوايج اللي ديالنا يعني لي بيان وغنشوفو لي كريونس وغنشوفو ديسپونيبيليتي ومن بعد نشوفو لي ديت ومن بعد نشوفو باتريمون نت بالنسبه لي بيان لي بيان شي حاجه توشاب لي بيان عندك ماغازين فييكيل موبيليو موبيلي دو بيرو طبيعه الحال ستوك نقدر نقول بيان اورديناتور هادو هما داكشي اللي انا غنشري بطبيعه الحال لي كريونس هو فاش كنتسالى انا شي واحد كريونس كليون انا كنتسالو دابا نمشي نشوفو لي ديسپونيبيليتي فلوس فين كيكونوا فلوس واجدين طبيعه الحال في لاكاس يعني اون سبيس وفي لا بانك غنشوفو دابا لي ديت يعني لي ديت شكون اللي كيتسني ها هما لي ديت فورنيسور او لومبرون احنا قسمتهم ها هما شتو لي بيان ثلاث ارهام ماغازا فييكيل موبيلي ستوك اورديناتور هادو لي بيان لي كريونس انا فاش كنكون كنتسال لي كليون ديالي ديسپونيبيليتي هما فاش كيكونوا عندي الفلوس في لا بانك طبيعي الحال في لا كاس يعني في لا كاس اون سبيس يعني كاش بالنسبه للباتريمون نت ما غاديش هذا حتى هو اللي غيتحسب غنخليه مجهول لي ديت ها هما لي ديت خديت لي ديت عند لا بانك وخديت ديت عند فورنيسور هما هادو دونك غنجمع لي بيان غنزيد عليهم لي كريونس غنزيد عليهم ديسپونيبيليتي وغادي نقص منهم لي ديت هما اللي غيعطوني لي كابيتو بروبر ديالي دونك من بعد ما حسبنا لي باتريمون نت اللي هو 327 في 300 غنتوقفوا في هذا الفيديو ان شاء الله هنايا في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا دي نوسيون جداد بحال لو بيلون سي بي سي الاخره نشوفوا لي زيتات سانتيز اللي كتعامل بهم لا كونطابيلتي جينيرال كان معكم الاستاذ مراد الدر في فيديو جديد رقم 2 في لا كونطابيلتي جينيرال ما تنساوش بارطاج مع لي زامي ديالكم كومونتير سولون الى جاكم فيديو عندكم شي اسئله مرحبا بكم مشاهده ممتعه الى اللقاء